السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا من جديد. أنا مريم. وأنا ماريا. سنتعلم اليوم أعظم آية في كتاب الله عز وجل. آية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل صباح ومساء، وبعد كل صلاة، وعند النوم، وعندما يريد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره صلى الله عليه وسلم. هيا بنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.